في بيت جدتي كان له طعم تاني، وكان في مشاعر كتيرة قوي حواليه. كل يوم خميس كنا بنروح عند جدتي، وكانت بتعمل أصناف وأشكال مش معقدة، سهلة وبسيطة وجميلة. أنا فاكرة مرة عملت لنا فطاير غريبة كده، عجنت شوية دقيق بالمية وقالتهم على طول، حاجة كده عاملة زي الزلابية أو لقمة القاضي، بس كانت فطاير، وقالتهم والفطيرة بقت بافي، وراحت رشلنا عليها سكر. في مرة تانية كنت بايتة عندها أنا وأخويا، وكنا جايبين العيش من الفرن سخن، العيش البلدي الجميل الحلو أبو ردة، وراحت فتح الرغيف وراحت جايبة السمنة البلدي وحطلنا على الرغيف ورشت لنا عليه سكر ولفت الساندوتش وقعدنا ناكل. قد إيه كنا مبسوطين. مرة تانية كنا في الشتاء، كان الجو برد قوي، وكانت بتحاول تدفينا، ما كانش فيه بقى تكييفات، ومعرفش في عائلتنا كانوا بيخافوا من انهم يشغلوا الدفاية، عندهم اعتقاد ان لو شغلوا الدفاية حيعيوا. فكانت بقى ايه مكلفتانا بالبطاطين، وعملت لنا سد الحنك، المرة الوحيدة اللي كلت فيها حاجة تسمى سد الحنك. انا فاكرة ان هي برضو كانت شوية دقيق ومعجون كده، عجينة وبرضو فيه سمنة وفيه سكر. افتكر كفتة السمك، افتكر كفتة الجمبري، افتكر في مرة كنت عندها في وانا طالبة، وكنا عاملين بوتلوك لرمضان، افطار في رمضان، كنا طلبة، وقالت لي كام واحد هيجي، طب محتاجين نعمل حاجة، مفيش معالق، مفيش شوك، مفيش مش عارف ايه، وقعدت تسأل اسئلة عشان تعرف، وهي اللي قالت لي خلاص نعمل كفتة فراخ، نجيب الفراخ ونضربها ونعملها كده، هتبقى سهلة ونشفة ولذيذة، واللي هياكلها مش هيوسخ نفسه، وممكن نعمل عدد كبير، يوم كل واحد ياخد له واحدة او اتنين ويمشي الحال. الاكل لما بفتكر جدتي بيثير مشاعر حلوة قوي جوايا. في نفس الوقت افتكر مرة كنا بنتكلم عن بعض السيدات اللي تخنوا قوي، لانهم لما بيزعلوا بياكلوا، وساعتها قالت لي الاكل نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، احنا اللي بنخليه نقمة. لما قاعدة عمالة بفتكر كل المواقف والحاجات اللي كانت مرتبطة بالأكل، كلها حاجات صح. جدتي ما كانتش رفيعة وما كانتش تخينة مبعجرة، كانت ما بتعملش رياضة، بس كانت بتصلي وكانت بتشتغل في البيت كتير، كان عندها مشاكلها الصحية، لكن مشاكلها الصحية ما كانتش مرتبطة بالأكل، مشاكلها الصحية كانت مرتبطة بحاجات تانية. قبل ما تتوفى لما أنا كنت في مصر وكنا بنزورها في المستشفى، كانت منع نفسها من الأكل، كانت هي منع نفسها من الأكل. وقبلها وهي في البيت، أنا فاكرة في مرة بنتحايل عليها أنا وابني، واخدنا علبة زبادي، طب عشان خاطر يا تيتا كولي يا تيتا، هي كان عندها شلل رعاش، فكان كلامها تقيل قوي وصوتها منخفض خالص، فكان لازم اقرب منها عشان اسمع هي بتقول ايه، وراحت قالت لي ما تغصبيش عليا، انا عايزة اخلي بطني نظيفة. مفهوم البطن النظيفة ده كنت اتكلمت معاها فيه سنين قبلها، ان هي نفسها ان لو وافتها المنية بطنها تبقى نظيفة وما يبقاش فيها حاجة وحشة عشان وهم بيغسلوها. واعتقد ان هي عملت اللي هي
كانت بتطمح إليه. دايما كان عشاها خفيف، دايما كان عشاها علبة زبادي ونص رغيف فينو أو صديقها العيش والجبنة، عشان ما تاكلش حاجة فيها دهون وسمنة وتسبيك وحاجات زي كده. أو ممكن تاكل خضار وفاكهة بس وما ترضاش تاكل الحاجات التانية. أنا بقول الحكايات دي ليه والكلام ده ليه؟ إيه اللي اتعلمته منها هنا؟ اتعلمت منها إن إحنا نخلي علاقتنا بالأكل علاقة سوية، إن إحنا ما نفرطش في الأكل، ما نخليش الأكل يعني ما ناكلش عشان زهقانين، ما ناكلش عشان زعلانين، ما نربطش الأكل بأي مشاعر سلبية. إن الأكل يبقى جزء من الفرح، جزء من التجمع، جزء من السعادة، جزء من الهيصة، جزء من الاهتمام، بس ما نأفورش فيه. جدتي ما كانتش ماشية على نظام غذائي، بس كانت بمخها. أنا فاكرة في يوم كان الغدا عبارة عن رز وبامية باللحمة بس، هو ده كان الغدا، رز وبامية باللحمة. لما بفكر دلوقتي كربوهيدرات، خضار، بروتين، عايزين ايه اكتر من كده؟ وبفكر في كل مرة كنا بناكل ان اكلنا كان فيه الثلاث حاجات دي اساسية. لما ولدت ابني ونزلت مصر كان يمكن الاجازه دي كان عنده 6 شهور، وكنا بنتكلم وبنحكي وبتقولي كلي لان قوتك بتستمديها من الاكل، وما تاكلي كلي الحاجات المهمه الاول. احنا الهرم الغذائي اللي كبرنا عليه كان فيه الكربوهيدرات تحت في القاعده، لكن جدتي الهرم الغذائي بتاع جدتي كان بالعكس، كانت تقولي كلي اللحمة الأول وبعدين كلي الخضار والسلطة وبعدين بكلامها كده خدي لك معلقتين رز. كانت عارفة إيه الأكلات المهمة، إيه اللي مفروض نركز عليه. عارفة إن البروتين أهم. في أيام كتيرة كنت عند جدتي ما كناش بنطبخ لحمة ولا فراخ ولا سمك، كان الأكل عبارة عن كشري عدس أصفر وبيض وسلطة، ده كان الغدا. يا ترى ده حاجة كويسة؟ حاجة كويسة. العدس بروتين، البيض بروتين وسلطة، وطبعا لازم تحابيش جنب منه، جرجير، بتنجان مخلل. كل الحاجات دي مع انها ما كانتش غالية وما كانتش فيها لحمة والكلام ده، ولكن كانت مغذية وكانت مشبعة وكانت هي اللي بتدينا القوة والطاقة. اللي اتعلمته من جدتي ان انا اخلي علاقتي بالأكل علاقة سوية. كل واحد فينا كده يفكر احنا بنتعامل مع الأكل ازاي؟ بنأفور في حاجة معينة، يمكن حلويات كتير، وبنشتري بقى، وبصراحة يعني محلات الحلويات رائعة. يمكن بنكتر النشويات والحاجات دي عشان فاكرين انها رخيصة فبتملى فبنشبع، مش عارفين ان احنا كل ما ناكل نشويات كل ما نجوع اكتر. هل فاكرين ان البروتين هو اللحمة والفراخ والسمك وبس؟ ولا عارفين ان في مصادر تانية للبروتين؟ كل واحد فينا يقيم علاقته بالاكل زي ما انا بقيم علاقتي بالاكل كل يوم، واشوف انا باكل عشان زهقانه. ناس كتير قوي، ستات كتير قوي خصوصا من اللي قاعدين في البيت، وانا جربتها لما ببقى قاعده في البيت حتى يوم عادي بعد الظهر بعد ما برجع من الشغل وكان في حاجه ضغط على اعصابي في اليوم دوا، ببقى عايزه حاجه مسكره، حاجه ساقعه، حاجه مقرمشه، حاجه مملحه، يعني في احساس ما عايزه اتغلب عليه بالاكل،
ساعتها بقف، اوبس ده مش اكل طبيعي، ده مش اكل عشان انا جعانه، ده مش اكل عشان استمد طاقه، ده اكل عشان حاجه تانية. علمتني جدتي ان الاكل نعمه مش نقمه.